من هو أول نادي سعودي؟ هل هو نادي الوحدة بمكة المكرمة أم نادي الاتحاد بجدة بمختلف المسميات السابقة؟ ما في شك أنه نادي الوحدة في مكة له الأولوية، لكن جدة عندها نوع من الاتصال الخارجي كونها كمينة كثير من الناس يجون عندها على هذا الأساس، وكان الرياضة أنشط في جدة أنشط منها في مكة. مكة. بس ولكن حنا عشان نحدد هالجدلية، الوحدة أقدم أم الاتحاد أقدم؟ أنا أعتقد أن الوحدة أقدم من الاتحاد، وبالتالي في مكة، وبالتالي أنت كمؤرخ تستطيع أن تقول أنه نادي الوحدة هو عميد الأندية السعودية؟ أنا أعتقد أن الوحدة هي عميد الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية. جميل جدا، لأن هذه شهادة إلى التاريخ، وتعرف أنه هو المؤرخين هناك اختلاف بينهم. ربما أنت تريد أن تقول أنه الإعلام في جدة أكثر من الإعلام في مكة آنذاك، وبالتالي ذاع صيت الاتحاد أكثر من الوحدة. لا شك، الحركة في جدة أكثر من مكة. مكة كانت يعني محل حج ومحل إقامة والبيت الحرام، يعني عمل نوع من الهدوء أساسا. نعم. حتى الرياضي ما يقدر يصرح كثير ولا يقدر يطلع على في الصورة يعني، لكن بينما في جدة مدينة حديثة مفتوحة. مفتوحة.